عبد في الأكرمي، أنا برئيس جمعية الفنون التشكيلية بقفصة، عضو مؤسس اتحاد الفنانين الفوتوغرافيين، مصور صحفي سابق. بالنسبة للمعرض هذا اسمه رؤى، اللي هو يضم تقريب 60 عمل من أحجام مختلفة، ينقسم إلى قسمين، قسم للصورة التشكيلية وقسم للصورة التشخيصية. بالنسبة للصورة التشكيلية هو يحكي على فكرة متاع انفجار يصير، شنو وقت اللي يصير الانفجار هذا، شنو نلقاو في بطن الأرض مثل الذهب، الزفير، الإميراد، وكذلك اللي موجود في قاع البحار، وكيفاش تتكون معناتها السحابة، كيفاش الطيور معناتها تطار، وكيفاش البحر معناتها يفيض، ومن بعد يصير انفجار، وشنو نلقاو في بطن الأرض وفي قاع البحر. هذا الجزء الأول. بالنسبة للجزء الثاني اللي هو معناتها الصور التشخيصية، هو يروي معناتها بعض مشاهد من المعمار والتراث بجهة قفصة إلى جانب جهات أخرى من الجمهورية التونسية. هو قد يكون هذايا معناتها قفصة راهو عندها تاريخ نتاع أكثر من 45,000 سنة حضارة، معناتها المعبد اللي كان اللي اكتشفوه في الكتار، واللي هو موجود تو معناتها في المتحف في فرنسا، وموجود نسخة منه في متحف معناتها الباردو. لكن معناتها أنا واجبي كمصور معناتها فوتوغرافي باش نوثق ما هو معناتها موجود كتراث حتى لين باش نحافظ عليه في المستقبل. سلام بن منصور، عضو في جمعية مشهد الثقافية، والحق اليوم جينا باش نعملوا زيارة للمعرض تاع الفوتوغرافي اللي تحت إشراف جمعية فنون التشكيلية هنا في قفصة. وبالنسبة للمعرض الحق حاجة حلوة برشا، يعني الفوتوغرافي بون كل مرة حكاية، مرة فوتوغرافي، مرة معناها رسم عادي، لار بلاستيك فرصة باش نعرفوا به معناها، فهمتني، هنا في الجهة وكل شيء، خاطر عندنا فنانين هنا في الجهة وعندها الحق معناها إنتاجات باهية كما تشوف اليوم، حق معناها إنتاج باهي وصور متعونة معناها، وعطونا ديمونسيون أخرى على قفصة.